السلام عليكم يا شباب، احنا النهارده في اندرسيك مع شركه افلاج. الباشمهندس هيبدا يديلنا فكره عن الشركه وتواجدها هنا في السعوديه والكومبوننتس اللي هم عارضينها في المعرض. اتفضل. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا بكم جميعا. معكم شركه افلاج لصناعه الالكترونيه، معكم ماهر الانصاري قسم التسويق. الان احنا بنتكلم على شركه افلاج. شركه افلاج هي 30 سنه في السوق السعودي، هي مصنع سعودي بالمئة، وايضا كمان نتكلم على عرضنا اليوم في انترسيك وحضورنا هنا في حدث العالم الرائد في معرض الرياض الدولي. عرضينا اليوم عندنا هنا الكونسول روم، هي من شركة أفلاك للفرنيتشر والأوفيسز. طبعا هي ريليتد للسيكوريتي من ناحية انها كنترول كونسول. هي الآن عرض البوث بالكامل من ناحية الكاميرات الداخلية للبوث زي ما انتم شايفين، ايضا الاكسس كنترول مع شركة تايكو. وعندنا كمان لو ننزل كمان لتفصيل الكنترول روم، هو صنع حديثا الان من عطل مصنعنا. لو بتلاحظوا حتى الديزاين الداخلي والكيبلات كلها مرصوصه بطريقه منظمه جدا. وايضا كمان عندنا البوث بنفس الكنترول روم، عليه ليفتن اب وليفتن ليفتن اب وليفتن داون، بيطلع وبينزل عن طريق البستم الداخلي. وعندنا هنا النقطة اللي جايبينها اللي هو الايربورت ستيشن، عندنا استروفيزيكس الباجج سكانر، وايضا عندنا الباسبورت سكانر. ممكن ندخل مع بعض. هذه كيوسك احنا بنصممها عن طريق مصنعنا سعودي ميد، مفصلة طبعا بالكامل على حسب طلب العميل، هي مخصصة الان للباسبورت سكانين. وايضا عندنا الأجهزة المشهورة في السوق اللي هي أجهزة أبشر، وزارة العدل، إذا كان انتراكتيف كيوس أو ديسبلاي كيوس زي المعروض هنا، هذه ديسبلاي كيوس هي كلها كستمايز ومفصلة طبعا عن طريق مصنعنا. وأيضا عندنا الجاريت الباجج سكانر، وهذه لأول مرة في السعودية ولهذا العام إنها صنعت في السعودية 100% سعودي ميد عن طريق مصنعنا، اول فلاب بريز في السعوديه. الدخول والخروج جدا سهل من ناحيه السنسور الداخلي، عندنا 64 سنسور، وهي بتتكلم على السكند من ناحيه الدخول والخروج على حسب الوضع وعلى حسب العميل. واذا حابين نعمل الفيس ريكوجنيشن حتى الفيس ريكوجنيشن هنا التيرن ستايل، هي مصممة للدخول والخروج المصانع والمجمعات الكبيرة المستودعات. واحنا مشهورين تقريبا فيها سعودي ميد، ومصنع سعودي بنفصلها بالطريقة اللي حسب طلب العميل من ناحية الفوارغ. وايضا عندنا الترافلز، هي ايضا من صناعة سعودية، ونفتخر احنا كوننا احنا بنصنع السعودية ونفخورين احنا بمصنعنا. وعندنا النتورك كابينت نتورك سولوشن، طبعا احنا سيرتيفايد مع سيسكوز مع ابايا مع اروبا، واحنا بنقدم الكابينت عن طريق الفيندرز، احنا بارتنر معهم. كل السويتشز الداخليه عن طريق الشركات اللي هي متواجده معنا، لينكس سيسكوز. وايضا الكابينت هذه اكبر وحده هي 42 وفيها اربع مراوح، وقوه تحملها جدا قويه من ناحيه التخزين. والكيبلات ايضا كمان هي الاصليه، ما هي المغشوشه بالسوق، احنا بناخذها من الفندر من البارتنرز. لو نيجي هنا عندنا عن طريق البوث، عندنا الباركن مانجمنت سولوشن اللي هو المواقف السيارات. مواقف السيارات عندنا الديسبنسر بيكون عن طريق صناعتنا في مصنعنا على حسب طلب العميل، حاب انه يعمل بيمنت، حاب انه يعملها كستمايز. هذا طبعا سوفت وير احنا بنستخدمه وموجود عندنا الان الداخلي، وايضا مع ميجنتيك فاك او ميجنتيك، هذه الفيرجن الجديد اللي هو اكسس برو، تقريبا 2 سكند نزول وطلوع وسريع جدا، ونازل تقريبا في جميع الجهات الحكوميه الان، متواجد في ستاربكس يعني بتشوفوه شركه فاك. وايضا هذا البولرد من الاجهزه اللي هي بتكون سيفتي، وهي مرخصه كمان مع الجي اي اس سي اي ستاندرد. والله يحييكم، احنا حابين
نعرض منتجاتنا، واحنا اساسا فخورين انه احنا جزء مننا من مصانعنا مخرج الان اخراج عن طريق المصنع، وهذا الشيء شرف لنا ان شاء الله باذن الله، فخورين واحنا بنحقق رؤيه المملكه العربيه السعوديه 2030. شكرا لك. شكرا شكرا، شرفنا بك يا شوانز.